السلام عليكم التلاميذ الجدد، مشترك علمي. توقفنا عند لي فونكسيون ايبيربول، قلنا ان فونكسيون ايبيربول هي اي فونكسيون كتكتب على شكل اف دي اكس كتساوي ا على اكس. دونك قلنا بان كتختلف الداله، تقدر تكون تناقصيه ولا تزايديه على حسب القيمه ديال ا. فهاد الحاله هذه ا كتساوي 3. بالنسبة للسؤال الأول، ديتيرميني دومين ديفينيسيون. بالنسبة للدومين ديفينيسيون، إكس ينتمي لدي دو إف، ممكن تكون هاد الكتابة هادي. شناهو الشرط اللي عندي في لا فونكسيون إف؟ عندي المقام، دونك إكس يخالف صفر. ندير ضغوط نيميريك، عندي دي دو دوات نيميريك موان انفيني بليس انفيني، ونشوف الشرط اللي عندي في لا فونكسيون. هنا الشرط اللي طلب مني هو ان اكس يخالف صفر. حيد هاد ليليمون زيرو، نشوف واش غيبقى ليا في دي دو اف. هذا هو زيرو، دونك بقى ليا هنا اللي هو موان انفيني بليس زيرو، حدا او زيرو ما كينتميش، او زيرو بليس انفيني. إذن دي دو اف، دي دو اف هو موان انفيني زيرو اتحاد زيرو بليس انفيني. دونك هذا هو مجال تعريف الدالة، كتسمى دالة ليبيربول ولا دالة الهدلة. Deuxième question, elle est étudie la parité de la fonction f. Comme je vous l'ai dit, il y a un nombre ici, le مقابل ديالو كاين في الجهة الأخرى. Donc il a خديتي 1 ناقص 1 هنا كاين 1 هنا، خديتي ناقص 2 كاين. Donc الشرط on a -x ينتمي لـ d de f appartient à d de f. f دو ناقص x كتساوي، نعوض في الدالة اللي عندي هي ناقص 3 على ناقص x. المقام كما كتعرف ما كيبقاش فيه ناقص، طلع البسط هي ناقص 3 على x. دونك هاد التعبير هذا اللي هو الدالة اللي عندي من الاول اللي هي f دو x، دونك كيبقى لي ناقص f دو x. دونك استنتاج، إذا كانت f دو ناقص x كتساوي f دو x، كنقول بأن f اي بير امبير امبير. كما شفنا في دراسة عمل لهاد النوع ديال لي فونكسيون، قلنا بأن أي فونكسيون كتكتب على شكل a على x امبير. قلنا الدور ديالها انني كنقسم مجال على جوج، يكفي ندرس مثلا الدالة في هذا المجال هذا زيرو بليس لانفيني، ومن بعد نستنتج زيرو موان لانفيني كتكون متماثلة بالنسبة للأصل المعلم. هنا كتكون الدالة متماثلة بالنسبة لأو زيرو زيرو. تخوازيام كيستيون، ديتيرمين طوط فارياسيون. دونك نعتبر دو فاريابل، سوا A appartient à D de F et B appartient à D de F à condition bien A du khalif B. Chod les variables liées, je me suis mouchkil. T A B, taux de variation entre deux variables A et B. Il y a F de A moins F de B et la A moins B. نعوض في لا فونكسيون اللي عندي اللي هي اف دو اكس كتساوي 3 على اكس. دونك اف دو ا متغير يولي نعوضو ب ا، دونك هي 3 على ا ناقص 3 اف دو بي هي 3 على بي على ا ناقص بي. قلت لكم طوط فارياسيون، حاول تخلص من المقام اللي هو ا ناقص ب. دونك نوحد المقام هنا، هي 3 ب ناقص 3 ا
في المقام الجداء على ناقص بي. دونك هذا في المقلوب ديال المقام يعطيني 3 بي ناقص 3 ا على ا بي عامل ا ناقص بي. دونك الطريقه باش نتخلص من المقام ا ناقص بي هو نعمل في البسط ناقص 3. الى عملت بناقص 3 هي ناقص 3 يبقى لي ا ناقص بي على ا ناقص بي. نختزل بالعددين ا ناقص بي ولكن نسينا ا بي ما نسوهاش. دونك تبقى لنا طوط فارياسيون يبقى ناقص 3 على ا بي. دونك توصلنا بان طوط فارياسيون ديال تي ا بي هو ناقص 3 على ا بي. دابا السؤال لحقاش إشارة تي ا بي طوط فارياسيون هي اللي كتعطيني جدول التغيرات يا مدى زايدية ولا مدى تناقصية. هنا ما يمكنش نستنتج إشارة ا بي لحقاش المجال هو موال انفيني صفر انيون صفر بليس انفيني. دونك يقدر ا بي يكون هنا ولا هنا، يعني يقدر يكونوا سالبين ولا موجبين. دونك ندرس الإشارة ديال طوط فارياسيون دابا باش ندرس السين ديال طوط فارياسيون معدل التغير وندرس كل مجال بوحدو. ندرسو دابا على المجال سيغ موان لانفيني زيرو. دونك إلا كان ا بي سوا ا في هذا المجال ميم شوز بي كيكون الإشارة ديالهم يعني أكبر قيمة يمكن نوصلها هي صفر، يعني ا نيجاتيف اي بي نيجاتيف يعني سالبين. أنا ديما كنأطر هاد الطوط فارياسيون، يعني عندي الوري اش عندي في المقام عندي جدا جدا عددين سالبين غيكون موجب. دونك ناقص 3 على ا في بي عندي ناقص 3 سالب وهذا موجب دونك غيكون سالب. اذا طوط فارياسيون غيكون سالب. دونك اف الى كان سالب اي دي كروسونت ما غاديش نسكت هنا نقول فين سور لانترفال موان لانفيني زيرو. دابا ساليت مع المجال الاول اللي هو هذا، بقى لي المجال الثاني اللي غنكمل به دي دو اف اللي هو زيرو بليس لانفيني. دابا سور زيرو بليس لانفيني نفس ميثود سواء ا في هذا المجال اي بي زيرو بليس لانفيني. اذا خديتيهم في هذا المجال كتكون الاشارة ا غيكون بوزيتيف اي بي اوسي بوزيتيف. الوغ جدا عددين موجبين كما قلنا حنا كنديرو التأطير طوط فارياسيون غيكون بوزيتيف. دونك إلا قسمت ناقص 3 على عدد سالب غيكون نيجاتيف. إذا معدل التغير في هاد الحالة تاعي غيكون سالب اف. إذا كانت طوط فارياسيون سالب اف غتكون دي كروسون. سيو موان زيرو بليس انفي
كاتخيام كيستيون غنهضر على الطابلو دو فارياسيون اللي هو استنتاج السؤال اللي قبل. طابلو دو فارياسيون جدول التغيرات. بالنسبة لجدول التغيرات كما قلنا انا كندير المتغير عندي الدالة هو اكس، عندي الدالة اللي هي سميناها اف دي اكس، مجال التعريف هو موان لانفيني بلس لانفيني، ولكن موان لانفيني زيرو زيرو بلس لانفيني فرقنا مجال بزيرو. عندي الدالة هنا نكتبها اف دي اكس كتساوي تلاتة على اكس. واش ممكن نحسب اف دو صفر؟ امبوسيبل. فاش كتكون امبوسيبل يعني كتابة غير رياضية كنديرو خطين دوبار. مزيان، على المجال موان لانفيني زيرو استنتجنا بان لا فونكسيون دي كخواسونت يعني دالة تناقصية. نفس التطبيق في زيرو بليس انفيني استنتجنا بان الدالة تناقصية، دونك الدالة تناقصية على مجال التعريف ديالها ولكن مفرقة عند صفر اللي كتسمى دالة هودلول. اي دالة الهودلول كتكتب على شكل ا على اكس كتكون مفرقة عند صفر. دونك باش نرسمو هاد النوع ديال الدوال اللي ديجا تلاقيناه في الطابلو دو فارياسيون سانفيني اكس اف دي اكس هادشي كواسر راه ديجا جاونا عليها. دونك الى نحسب الصورة ديال واحد اف دو واحد، اف دو واحد الى عوضتينا غتعطيك تلاتة على واحد اللي هي تلاتة. دونك الصورة ديال تلاتة، الصورة ديال واحد هي تلاتة، النقطة الأولى ممكن نستعملوها. والصورة ديال تلاتة اف دو تلاتة تعطيكم هي واحد، اف دو تلاتة هي تلاتة على تلاتة هي واحد. يكفي هاد جوج النقط. من بعد غندير التماثل، مماثلة ديال هادي هادشي هي ناقص تلاتة، مماثلة بالنسبة لاش بالنسبة لمركز المعلم، ومماثلة ديال هاد النقطة غتجيكم هنا. إذن دابا سهل عليا نرسم الدالة، يكفي أنني نمر من جوج النقط تقريبيا يعني. ونكون غادي مع محور الأراضي بجهة الأعداد السالبة في التوازي متقاطعوش، ونفس الطريقة بالنسبة غادي مع محور الأراضي بجهة الأعداد السالبة. نفس الشيء بالنسبة لنا نمر من نقطتين ونكون غادي مع محور الأفاصيل جهة الأعداد يعني يكون توازي تقريبيا غادي وكيقرب لي. نفس هنا غادي مع محور الأراضي. دونك هذا هو سي دي اف تقريبا. نشوفو الشكل في التطبيق ديال الجيوجبرا، هنا غيبان لكم الشكل واضح. دونك هذه هي الدالة اللي درسنا اف دي اكس كتساوي تلاتة على اكس، يعني كما درنا الصورة ديال تلاتة هي واحد والصورة ديال واحد هي تلاتة، كيكون تماثل بالنسبة لأصل المعلم. لاحظوا معايا كل ما كبرت الشكل راه السي دي اف ما عمرو غيقيس محور الافاصيل ولا الاراتب، غادي متوازين. نفس الشيء هنا وهنا في اعداد الموجبة واعداد الموجبة في اف دو اكس صور تقارب، ولكن كل ما كبرت الشكل راه تلقى بانهم ما كيتلاقاوش جامي. دونك هادي هو التطبيق الاول، في انتظار التطبيق الثاني ان شاء الله.